西辞黄鹤楼，夜来风雨声，花落知多少，万里悲秋常作客。百年大漠孤烟直，长河明月几时有，把酒问青天。سيدي، إنه الوقت الحاسم لزراعة الربيع، لكننا مررنا أسبوعين دون قطرة مطر. ماذا يمكننا أن نفعل إذا استمر الطقس على هذا الحال؟ في رأيي لا يمكننا انتظار وصول المطر، يجب علينا تحويل المياه لري الحقل، على الأقل للحفاظ على الشتلات على قيد الحياة. ولكن إذا استمر الجفاف، فالمياه القليلة المستعملة للري لن يحدث فرقا كبيرا. أعتقد أن السماء سترحمنا نحن المزارعين. أمطار الربيع سوف تسقط عن قريب. قبل ذلك يجب أن نعمل بجد وأن نفعل كل ما في وسعنا. هذا السيد على دراية كبيرة. هيا بنا نفعل كيفما يقول. لقد عدت، العشاء جاهز، هيا لنأكل. اذهب وتناول الطعام، أشعر بالتعب قليلا اليوم، إذن لن أتناول. تبدو مشتتة، ما الذي يزعجك؟ ما زلت قلقا بشان زراعة الربيع. لقد حان وقت مطر الحبوب، لكن لم يسقط المطر بعد. قد نعاني من جفاف شديد هذا العام. إذن ماذا تفعل الآن؟ كنت أبحث في الكتب عن طرق لمكافحة الجفاف، لكنني لم أجد شيئا مفيدا من هذه الكتب، لا شيء على الإطلاق. مواجهة كارثة طبيعية، ليس هناك الكثير الذي يمكننا القيام به. لا تقلق كثيرا، صحتك ليست رائعة، قال لك الطبيب لا داعي للقلق كثيرا. كيف لا أستطيع أن أقلق؟ هل ما زلت تتذكرين الجفاف القاسي في هوجعو قبل عامين؟ لقد رأينا ذلك بأعيننا، الأرض المتصدعة والمحاصيل الضعيفة والناس يكافحون من أجل البقاء. الآن هل يمكنني أن أشاهد المشاهد المأساوية مرة أخرى؟ ماذا بك؟ ماذا يحدث؟ هل سمعت الريح في الخارج؟ كنت أعتقد أنني سمعت ذلك للتو. هل سينزل المطر؟ لا أسمع شيئا. هل أنت قلق جدا بشأن الجفاف حتى أنك تعاني من الأوهام؟ هذا صوت الريح بدون شك. لقد هدت الريح فعلا، تمطر السماء، الآن تمطر حقا. عظيم، هذا رائع. ممتاز، هكذا تمكنت شتلات الأرز أن تنمو. نعم صحيح، شتلات الأرز. أريد الذهاب إلى حقول الأرز. انتظر لحظة، البس حذائك وجواربك كي لن تصاب بالبرد. انظري إلي، أنا سعيد للغاية ونسيت حذائي. شكرا لك على التفكير. خذ معطف القش هذا، لان رياح قوية والمطار شديدة، يعتني بنفسك وألا تعثر في الطريق.
انظري إلى النهر تتلألأ الأضواء في المطر الناعم، ما أجمل هذا المنظر الشاعري. لكن لماذا هناك أضواء تومض على النهر؟ أعتقد أنه هناك صيادون يبيتون ليلا في قواربهم. رائع رائع، جاء هذا المطر في حينه، الآن تنبت البذور بشكل جيد وهذه علامة الرخاء، فسيتحقق حصاد وافر هذا العام بكل تأكيد. نعم، بعد هذه الليلة يمكن للمزارعين الذين يتطلعون إلى أمطار الربيع أن يشعروا بالطمأنينة أخيرا. انظري، إنها حقا أضواء قوارب الصيد على النهر. تعرف المطرة المباركة حينها وتستقبل الربيع المبكر وترث بمرافقة النسيم ليلا، وتنبت البذور بلطف وهدوء، تحتشد السحب الدكناء فوق الدرب المتعرج، ويومض فانوس القارب في النهر النائم، ويوقظ الفجر البراعم الحمراء المبللة، وتزدهر المدينة بالزهور المتفتح الزاهية.